بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بالطلبة الكرام. في هذا الفيديو سأشرح لكم كيفية كتابة مقالة فلسفية من الصفر. فبالتالي طلبة البكالوريا وأنه دائما يحبوا يديروا طريقة الجدل لأنه سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى التعقيد، ويخافوا من طريقة الاستقصاء. وأنا نقول لكم والله لا، طريقة سهلة أيضا طريقة الاستقصاء، ما فيها حتى غموض. وبربي إن شاء الله أنه رايح ندير لكم فيديو حول طريقة الاستقصاء ورايحة تدخل في راسك بإذن الله تعالى. نبدأ على بركة الله في طرح المشكلة. هو أنه طرح المشكلة عندها منهجية، عندكم تمهيد زايد تعريف بالظاهرة، يعني أنك تمهد أولا به تدخل للتعريف، والتعريف انه على الظاهره اللي مدها لك في السؤال. مثلا اعطاك على الشعور تعرف الشعور، اعطاك على الدال والمدلول تعرف الدال والمدلول، اعطاك على البيولوجيا تعرف البيولوجيا، اعطاك الرياضيات تعرف الرياضيات. فبالتالي قبل ما انك تعرف لازم عليك تدير تمهيد صغير، وبعدها تدخل تعرف بالظاهره، وبعدها العناد الفلسفي ان هنالك موقفين متعارضين، هناك من يرد هذه الظاهره الى كذا، وهناك انه من يرد هذه الظاهره الى كذا، وبعدها اعاده صياغه السؤال، يعني أنه تصيغ السؤال بطريقتك الخاصة، وبعدها عرض الأطروحة. عرض الأطروحة فيها المسلمات، وراح نقول لكم ما معنى المسلمة. الحجج والبراهين، وأنه الحجج والبراهين ديروا 5 إلى 6 حجج، يعني كل ما كتبت بزاف كل ما تدي نقاط بزاف. وبعدها الأقوال الفلسفية وأمثلة. الأقوال الفلسفية ديروا في كل موقف أنه ديروا 3، يعني قد ما قدرتوا تحبوا انه ديروا اكثر من 3 ديروا، اذا حبيت تكتفيوا بزوج ولا 3 معليش، في كل موقف ديروا 3 3. ما معنى المسلمه في الفلسفه؟ المسلمه هي عباره عن افتراض، يعني قبل ما انك تعرض الحجج والبراهين انه هنا ان المسلمه هي عباره عن اقتراح المقدم كاساس للمنطق او مظاهره والذي يتم قبول حقيقه دون الدليل في الموضوع. يعني انا ما نمدلكش الحجج والبراهين، قبل ما نمد الحجج والبراهين راح نمدلك افتراض. أنا أفترض مثلا أن الشعور هو مبدأ الحياة النفسية، أنا ما زلت هنا ما بررتش الافتراض تاعي. يجب أنك تضع مسلمة معناها الافتراض، وبعدها من أجل أنه ندخل للحجج والبراهين يجب أن أبدأ بالمسلمة، والمسلمة هي الأساس باه تدخل للنظرية تاعك، اتفقنا، باه تبرر النظرية تاعك، وبعدها نقد للموقف، نقيض الأطروحة. والمسلمة راهي عليها التنقيض في الفلسفة، بالإضافة أيضا نقيض الأطروحة كيف مسلمات زائد حجج وبراهين وأقوال فلسفية. أقوال أنه إذا ما عرفتوش اسم الفيلسوف قولوا قال أحد الفلاسفة، قيل أحد الفلاسفة، ما كان أنكم تكتبوا فيلسوف وأنتم ما على بالكمش بأنه هذاك صاحب القول مش هو اللي كتبتوه أنتم في الورقة. حذر، لازم أنكم تتأكدوا، إذا ما تأكدتوش اكتبوا قال أحد الفلاسفة، قيل أحد الفلاسفة بأن كذا وكذا. استنتاج، قبل الاستنتاج تركيب يجمع بين الموقفين أمثلة وأقوال فلسفية، يكتفي بقول واحد وأنك تمد مثال. التركيب هو أنه تجمع بين الموقفين، يعني ما هو الموقف الأول صحيح، ما هو الموقف الثاني اللي صحيح، كلاهما يكملان بعضهما البعض. وركزوا بزاف في الفلسفة على طرح المشكلة وعلى التركيب وعلى الاستنتاج، راهم يا طلبة عليهم بزاف، ربعة 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 عليهم 12 نقطة. لازم عليكم أنكم تبنيوا طرح مشكلة مليح، وتبنيوا التركيب تاعكم مليح، وتبنيوا الاستنتاج تاعكم مليح. التحليل راهو سهل، التحليل تقدر تفهم كل حجة فيلسوف تفهمها. قسم الحجج تاعك في المسودة قبل ما أنك تحطها في الورقة، لأنه في الورقة تكتب طول ما تكتبش مطاط، حذاري أنك تكتب مباشرة، ولكن في الورقة المسودة أنك اكتب كل حجة فيلسوف وحدها. هذا الفيلسوف هاو كيف يفسر مثلا الشعور، هاو هذا الفيلسوف ديكارت كيف يفسر الشعور، هنري بريكسون كيف يفسر الشعور، سيغموند فرويد هاو كيف يفسر الشعور، الى اخر ذلك. وبعدها انه استنتاج، ويجب وجود تناسق بين التحليل والاستنتاج. هذا ما كان استنتاج، ديروا استنتاج فيه 5 أسطر ياسر. مثال عن بناء طرح مشكلة بالتفصيل، مقالة الشعور ولا شعور، درت لكم مثال حول مقالة الشعور ولا شعور، شعبة آداب وفلسفة. هو التمهيد، يهتم علم النفس بدراسة مختلف الظواهر النفسية الصادرة عن الإنسان من ذاكرة وتخيل وعواطف ورغبات وميولات، وهي أحوال نفسية باطنية وذاتية لا يمكن التعرف عليها وإدراكها إلا بواسطة الشعور. فهنا مهدت قبل ما تدخل إلى التعريف، تمهد التعريف بالظاهرة، هنا راح نعرف الشعور.
هو معرفة النفس بأحوالها وأفعالها مباشرة، غير أن هناك أحوال نفسية باطنية أخرى لا ندرك حقيقتها ولا نشاطها، والتي لها تأثير واضح وعميق على سلوكنا، وهي تشكل ما يعرف باللاشعور. هنا خلص التعريف التالي. بعدها العناد الفلسفي، وهذا ما أدى إلى ظهور الصراع بين الجدال بين علماء النفس والفلاسفة حول أساس الحياة النفسية. فالبعض يرى أنه عن طريق الشعور يمكن فهم وتفسير كل الأحوال النفسية. هنا هضرت على الشعور على الموقف الأول، لكن البعض الآخر يرى أن هناك أفعالا تصدر عنا ولا نستطيع فهمها وتفسيرها بواسطة الشعور والوعي. ما أدى إلى افتراض وجود اللاشعور. ومن هنا نتساءل، لأن الإنسان قد يفعل سلوكات ولكنه لا يدرك دوافعه لقيام تلك السلوكات، يقوم بها بطريقة لا شعورية. إن شاء الله تعالى سأفصل هذا الدرس بإذن الله تعالى في شعبة آداب وفلسفة، ومن أفضل الدروس على الإطلاق، درس شيق. إعادة صياغة السؤال، ومن هنا نتساءل، هل الشعور كافي لمعرفة وتفسير حياتنا النفسية؟ هل بالفعل أن الإنسان يقوم بسلوكات ولكنه لا يدرك دوافع لقيام لتلك السلوكات؟ سؤالا آخر هذا، أو أننا نقول أم أن اللاشعور ضروري لتفسير ما لا نفهمه عن طريق الشعور؟ سؤالا آخر وبتعبير آخر، هل أساس الحياة النفسية هو الشعور فقط، أم أن هناك جوانب خفية لا شعورية لا بد من الاعتراف بها؟ يعني إعادة صياغة السؤال. شفتوا كيف تبني وطرح المشكلة، وأنك تمهد تعرف الظاهرة، إعادة صياغة السؤال قبل ما أنك تعيد صياغة السؤال، أنك تبرز العناد الفلسفي وبعد إعادة صياغة السؤال، طريقة سهلة وبسيطة، وراني ندير لكم بالألوان بتفهموا. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، أنه تحبوا تيليشارجيو هذا اللي راني كاتبو، خليكم الرابط أسفل الفيديو. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء.